في أخ تجر باصات المدينة كمية بيانات كبيرة خلفها، ومنها الباص الذي يقوده اليوم ديتار كيلا. يعرف كمبيوتر الباص مكانه وأين يجب أن يكون وفقا لجدول المواصلات. الألوان وعدادات الزمن تخبره إن كان مبكرا أو في الموعد أو متأخرا، وهذا يسهل العمل بالنسبة له. كان علينا دائما مقارنة الوقت مع دفتر خط السير، تلك كانت الإمكانية الوحيدة، دفتر خط السير والساعة، هكذا كنا نقارن الوقت. ولكن باستخدام هذا النظام يشعر المرء بالراحة، لأن كل شيء ظاهر وواضح ولا تحتاج للنظر إلى الساعة، نظرة سريعة وتعرف كل ما تريد. كل 20 ثانية يرسل الكمبيوتر معلومات عن موقعه ومقدار التأخير إلى مركز الحساب هذا. هنا تقوم المخدمات بمعالجة كميات هائلة من المعلومات بدون تأخير زمني، وترسلها إلى شاشات مراكز التحكم، حيث تظهر كل حافلة بشكل نقطة ملونة يتم تحديثها باستمرار، وهذا يتيح للإدارة الاستجابة بسرعة للأحداث غير المتوقعة. إذا كان الأمر يتعلق بنقاط الربط بين الخطوط والموظف يرى أن إحدى الحافلات متأخرة، يمكنه إبلاغ الحافلة المنتظرة كم عليها أن تنتظر بحيث تنجح عملية الربط ولا يغادر السائق في وقت أبكر. كذلك يمكنه أن يبلغ السائق أن التأخير كبير، ومن غير المفيد أن ينتظر لأنه سيتأخر على المحطات التالية. في ساعات الذروة يسير 355 باصا في وقت واحد، وهم يرسلون 1,000,000 بلاغ عن الموقع في اليوم. مركز الحساب يخزن هذه البيانات لثلاث سنوات، وهي كمية هائلة من البيانات. المعلومات التي تصلنا تفيد في جعل الجدول الزمني لحركة المواصلات أو حركة الباصات أكثر دقة. فمثلا عندما نرى أن الباص يتأخر دائما في محطة ما، يمكننا عند هذه المحطة تغيير وقت الانطلاق عند وضع جدول الحركة التالي، وبذلك نضمن للركاب عملية تنقل أكثر دقة. الجهة المنتجة لهذا النظام تورده إلى شركات المواصلات في 350 مدينة في العالم، وحققت من خلاله مبيعات بقيمة 46 مليون يورو. المهندس كلاوس دومين لاحظ لدى زبائنه حاجة أخرى لتطبيقات البيانات الضخمة. هناك تأكيد متزايد على أن تثبت شركة المواصلات لمشغليها أنها تقدم الأداء المطلوب بدقة، وهذا يعني أنها قامت بجميع الرحلات حسب جدول الحركة وأنهتها بدون تأخير أو بتأخيرات قليلة لا تتجاوز قيما محددة، أي أنها قطعت المسافات التي تعاقدت عليها. يتحكم مركز الحساب بشاشات الإظهار عند المحطات، وعددها 60 في آخ. من بيانات موقع الباصات يحسب النظام أزمنة الانطلاق. شركة المواصلات أسياج استثمرت لهذا الغرض حوالي 1.5 مليون يورو على عدة سنوات. شاشات المعلومات أصبحت متوفرة أيضا لدى مستخدمي الهواتف الذكية مثل أغني ماكوا، وهو واحد من 40,000 مستخدم لتطبيق جدول المواصلات في آخن. عند تشغيل البرنامج يحسب النظام موقعه والمحطة القريبة منه ومتى سيأتي الباص التالي. خصوصا في فترة انتهاء الدوام الرسمي عندما لا تصل الحافلات في موعدها، من العملي أن يكون بوسع المرء قبل مغادرة مكان العمل أن يتأكد إن كانت الحافلة ستأتي في موعدها أو كم من الوقت ستتأخر، وعندها سيذهب في الوقت المناسب. كل هذا بفضل تقنية البيانات الضخمة، ولكن عندما تتم معالجة هذا الكم من المعلومات فماذا عن خصوصية الإنسان؟ من المؤكد أن كل مستخدم لتطبيق جدول المواصلات يترك بياناته أيضا، لكن كيف يتعامل النظام مع هذا الأمر؟ هذا ليس بالأمر الخطير، فكما ترون هنا التطبيق له طابع إعلامي فقط، أي أن المستخدم لا يسجل نفسه بأي شكل هنا ولا يكون معروفا لا كشخص ولا كرمز لدى شركة أزياك. طلب المعلومات هنا يشبه الدخول إلى موقع في الإنترنت وطلب شيء منه. وإذا كانت الحافلة تحتاج لوقت أطول، فإن الجميع هنا يعرف بشكل مسبق.